السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس لام رضا وحلقة جديدة من سلسلة الضوابط. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون آخر حلقة في الريسبروكيتنج كومبريسور، هنتكلم فيها عن الحسابات والسيليكشن بتاع الريسبروكيتنج كومبريسور. تعال نبدأ كده الأول بمجموعة من البيزكس أو الأساسيات اللي هتساعدنا في حسابات واختيار الريسبروكيتنج كومبريسور. تعال نبدأ كده بالضغط ووحداته. خلينا نفتكر إن في مقياسين للضغط، مقياس الأبسوليوت ومقياس الجيج. الضغط اللي موجود في الحقيقه هو اللي بنسميه الابسوليوت بريشر، اما الضغط اللي بيقدر عدد الضغط ان هو يقراه فهو ده اللي بنسميه الجيج بريشر. العلاقه ما بين الاثنين ان الضغط الحقيقي هيساوي قرايه العداد مضاف ليها الضغط الجوي 1.13 من 1000 بار. خلينا نفتكر برضو ان احنا كنا في الطرمبات وفي مسائل الليكويد بصفه عامه بنتعامل بقرايه العداد مباشره، ده لان احنا بنستخدم معادله برنولي اللي بتعتمد على فرق الضغط وبالتالي مش هيفرق فيها جيج من ابسوليوت. اما في الجاز والكمبريسور بقى اللي هنشتغل فيه ان شاء الله في الحلقات ديت، فاحنا هنستخدم دايما معادله القانون العام للغازات اللي فيه ضرب للضغط وبالتالي هنعتمد على الضغط الصحيح الابسوليوت بريشر. ان الضغط كان له وحدتين اساسيتين، ضغط وحده البار ووحده الباوند بير سكوير انش او البي اس اي. العلاقه ما بين الاثنين ان البار بيساوي 14.5 بي اس اي، او بقى وده اللي يهمني تفتكره ان كل 100 بي اس اي بيقابلهم 7 بار، يعني الضغط 50 بي اس اي ابسوليوت هيقابل 7 على 2 3.5 بار ابسوليوت. كذلك ضغط 300 بي اس اي جيج هيقابل 3 في 7 21 بار جيج. نروح للتمبريتشر. نفتكر برضو ان احنا عندنا مقياسين لدرجه الحراره، مقياس قرايه الترمومتر السيليزيوس ومقياس المطلق الكلفن. العلاقه ما بين الاثنين ان درجه الحراره المطلقه هتساوي قرايه الترمومتر مضاف عليها 273. وبرضو خلينا نفتكر ان كل تعاملتنا في الغاز هتكون بدرجه الحراره المطلقه اللي هي بالكلفن. بنفس المنطق في النظام الانجليزي عندنا مقياس الترمومتر اسمه فهرنهايت والمقياس المطلق اسمه الرانكن. العلاقه ما بين الاثنين ان درجه الحراره المطلقه هتساوي قرايه الترمومتر الفهرنهايت مضاف عليها 460. اما بقى العلاقه بين السيليزياس والفهرنهايت فهي ان الفهرنهايت بيساوي السيليزياس مضروبه ب 9 على 5 زائد 32، او بقى اللي انا يهمني تفتكره ان درجه الحراره في الفهرنهايت هتساوي ضعف درجه الحراره بالسنتيجريد او بالسيليزياس في رينج درجات الحراره اللي احنا بنشتغل فيه في الكمبريسور. تعال بقى لأهم قانون في الغازات، الايديال جاز لو. القانون العام للغازات بيقول ان البريشر في الفوليوم هيساوي الماس في الار الجاز كونستانت مضروب في التمبريتشر الابسوليوت. وحدات الترمات ديت هي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. لو جينا على المعادله دي وحبينا نحطها في صوره ريت معدل زمني قسمناها على الزمن هيطلع علينا الصوره اللي هنستخدمها ان شاء الله، البريشر في الفوليوم ريت هتساوي الماس ريت مضروبه في الار في التي، وادي وحداتهم متر مكعب على الثانية، فوليوم ريت كيلو جرام على الثانية، ماس ريت. من قانون ايديال جاز لو نقدر نفصل الفوليوم فلو ريت للجاز في ناحية لوحده، الفوليوم فلو ريت بيساوي الام دوت ار تي على البريشر. من المعادلة دي نقدر نستنتج ان الفوليوم فلو ريت للجاز بيعتمد على البريشر والتمبريتشر الكونديشنز يعني اللي هو ماشي فيها. الحكايه دي بتعمل مشكله مع الكمبريسورز لان احنا عارفين الكمبريسور بيضغط الغاز بيزود البريشر، فبالتالي هتلاقي ان الفوليوم فلو ريت اللي داخله اكبر بكتير من اللي خارج منه. المشكله هنا ان احنا ما بنبقاش عارفين يا ترى لما نيجي نشتري كمبريسور نعرفه بالفلو ريت اللي داخل ولا اللي خارج ولا الافرج ما بينهم. جرى العرف بتوصيف الكمبريسور بالسكشن او الانلت فلو ريت اللي داخله، بمعنى لما نقول ان الكمبريسور بيدي 200 لتر بير مينت فاحنا بالشكل ده بنقصد الفلو اللي داخل له او اللي بيسحبه من السكشن بيساوي 200 لتر بير مينت. كذلك احد الطرق للتعامل مع الفوليوم فلو ريت اللي بيتغير للغاز هو مصطلح الستاندرد فلو ريت. لو احنا كان عندنا جاز بايب لاين فالمفروض ان الفوليوم فلو ريت اللي بيبقى في اول الخط بيبقى صغير بسبب الضغط العالي، لكن مع الفريكشن بيقل الضغط وبالتالي بيتمدد الحجم فبيزيد الفوليوم فلو ريت. برضه بتبقى في مشكله ما بين الدول، يا ترى نعرف الفوليوم فلو ريت
للغاز اللي بيتصدر بقيمه الانلت اللي داخل اللي طالع من الدوله الاولى ولا الاوتلت اللي طالع اللي داخل الدوله الثانيه. جرى العرف على استعمال مصطلح الستاندرد فلو ريت. الستاندرد فلو ريت ببساطه هو فوليوم فلو ريت محسوب بنفس المعادله لكن باستخدام بريشر وتمبريتشر ستاندرد ثابتين ومتعارف عليهم 25 درجه مئويه و11000 بار. وبالتالي ما دام الام دوت والتمبريتشر والبريشر ثابتين عند نقطه خروج الغاز وعند نقطه وصوله فبالتالي الستاندرد فلو ريت كمان هيبقى قيمته ثابته عند اي نقطه في البايب لاين. مثال على حساب الستاندرد فلو ريت، لو قلنا ان احنا عندنا فلو ريت من الهواء الاكتوال فوليوم فلو ريت بتاعه 200 لتر بير مينيت عند ضغط 7 بار ابسوليوت وتمبريتشر 27 ديجري سنتيجريد، ساعتها المفروض ان الماس فلو ريت هو اللي يبقى ثابت على امتداد الخط، وبالتالي نقدر نعرفه من المعادله اللي قدامنا ديت. بريشر في الكيو على الار في التي الاكتوال هيساوي الماس فلو ريت هيساوي البريشر في الكيو على الار في التي الستاندرد. لو بدانا نعوض في المعادله هنلاقي المجهول الوحيد اللي عندنا هو الستاندرد فلو ريت اللي لو حسبناه هيطلع حوالي 1400 ستاندرد لتر بير مينيت. لو احنا ضربنا في 60 وقسمنا على 1000 هيطلع لنا ستاندرد فلو ريت 82 ستاندرد كيوبيك متر بير اور. تعالى بقى للثيرموداينامكس اللي بتوصف الكمبريشن سايكل. عايزين نوصف الكمبريشن سايكل على منحنى ال HS diagram اللي هو الانثالبي اللي بيعبر عن الانرجي بتاعت الفلو والانتروبي اللي بيعبر عن الفريكشن والفواقد اللي غير. هنفترض ان الكمبريسور هيضغط الغاز من ضغط P1 لضغط عالي P2 وان الغاز داخل بانيشال انرجي H1. كنا بنتمنى ان الكمبريسور يضغط الغاز في عمليه ايزنتروبيك ما فيهاش فريكشن لحد H2 star، وساعتها يكون الفرق بين H1 و H2 star هو بيعبر عن الثيوريتيكال باور اللي المفروض هيبذلها الكمبريسور. لكن للاسف بسبب الفريكشن الكمبريسور هيضطر يبذل باور اكبر عشان يتغلب على الاحتكاك، والباور ديت هتروح في صوره حراره فهتزود الانرجي بتاعت الفلو او هتزود درجه الحراره بتاعته، وهيبقى الباور اللي بذلها الكمبريسور هي من H1 ل H2 actual power. لو قسمنا الثيوريتيكال باور على الاكتوال باور هيطلع لي كفاءه عمليه الكمبريشن في الكمبريسور اللي هي ايتا ايزنتروبيك H2 star minus H1 على H2 minus H1. ولو افتكرنا من قوانين الثيرموداينامكس ان الانثالبي ممكن يتعرف من الايديال جاز على انه السبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر مضروبه في التمبريشر ابسوليوت، ساعتها نعوض في نفس المعادله يطلع علينا الايزنتروبيك افشنسي للكمبريسور بتساوي T2 star minus T1 على T2 minus T1 درجات حراره. برضه من قوانين الثيرموداينامكس احنا عارفين ان في العمليه الايزنتروبيك يبقى يكون الريشيو ما بين T2 ستار على T1 بتساوي البريشر ريشيو مرفوعه للايزنتروبيك اندكس جاما ناقص 1 على جاما. من المعادلتين دول نقدر نحسب T2 الاكتوال تمبريتشر اللي هيطلع بيها الجاز من الكمبريسور. نروح بقى لموضوع كده ملتبس على بعض الناس. يا ترى الكمبريسور بنعمله سيليكشن بنختاره ولا بنعمله سايزنج بنفصله من اوله لاخره؟ بوجه عام لو الكمبريسور كان صغير زي الكمبريسور الصغيره بتاعت الهواء فاحنا بنعمل له سيليكشن ببساطه. يعني بتاخد الفلو ريت اللي انت عايزه من الكمبريسور وبتروح للحجار او غيره من المحلات فيروح جاي جايب لك من على الرف اقرب كمبريسور للفلو ريت اللي انت عايزه، وغالبا هيبقى الاول حجم اكبر من الفلوريت اللي انت عايزه. طيب لو احنا بقى بنتكلم على كومبريسورز كبيره بتضخ كميات مهوله واحجامها كبيره وثمنها بالملايين، ساعتها حضرتك او الشركه اللي بتورد لك الكمبريسور بتعمل سايزنج، بتفصل الكمبريسور حته حته، بتجيب يا دوب سلندر على قد اللي انت عايزه، بتجيب يا دوب كرانك شافت على قد اللي انت عايزه الى اخره، بحيث ان انت توفر في ثمن الكمبريسور وتعلي كفاءته وبالتالي توفر في استهلاكه للكهرباء. اما بقى لو كان عندك حاجه في النص ما بين الصغير والكبير، وده موضوعنا ان شاء الله في الحلقه ديت، فانت بتعمل خليط ما بين السليكشن والسايزنج، بمعنى ان انت بتخش على موقع الشركه اللي هتشتري منها الكمبريسور وبتبص على الكتالوج بتاعهم اللي فيه مجموعه من الفريم سايزز او الموديلات يعني بلغه الكمبريسور. حضرتك بتمشي مع الفريم سايزز ديت
لغاية ما تلاقي أول فريم يغطي احتياجاتك، فبتعمل سيليكشن للفريم ده. ومن جوه الفريم دوت بتبقى فيه مجموعة من الأبعاد المفتوحة اللي أنت بتعمل لها سايزنج أو تفصيل، زي مثلا قطر السلندر، عدد المراحل، وعدد الاسطوانات في كل مرحلة إلى آخره. يبقى أنت كده عملت ميكس ما بين السيليكشن والسايزنج. تعال بقى نشوف مع بعض خطوات السيليكشن بتاع الريسيبروكيتنج كومبريسور. تعال كده نقول ان احنا عندنا المشكله الاتيه. عندنا الجوب بتاعتنا ان احنا نضغط غاز هيدروجين من ضغط 10 بار ابسوليوت وتمبريتشر 47 دجري سنتجريد الى ضغط 120 بار ابسوليوت وبمعدل سريان 4.1 كيلو جرام في الثانيه. المطلوب ان احنا نختار الفريم المناسب او الموديل المناسب للريسيبروكيتنج كومبريسور، ونعمل سايزنج للسلندرز اللي جواه وعدد المراحل وعدد السلندرز في كل مرحله. الداتا المتاحه لينا نوع الغاز هو الهيدروجين وهذه المواصفات بتاعته، وكذلك المتاح لينا ان احنا ننقي الكمبريسور بتاعنا من كتالوج من كتالوجات دريسر راند اللي هو اللي قدامنا دوت. نبدا مع اول حاجه نختارها في الريسيبروكيتنج كومبريسور اللي هي عدد المراحل. معيارنا في اختيار عدد المراحل ان درجه الحراره جوه الريسيبروكيتنج كومبريسور ما تزيدش بحال من الاحوال عن 150 درجه مئويه. اشمعنى؟ لان عند درجه الحراره ديت بيحصل بريك داون لللوبريكانت الزيت، بمعنى ان معدل التاكسد بيزيد قوي، الزيت بيفقد قدرته على عمل اللوبريكيشن، وبالتالي كل الاجزاء اللي بتعتمد على الزيت ده في اللوبريكيشن بتبوظ، زي البيستون رينج بيحصل لها وير تاكل، وكذلك الفالفز بيحصل لها فيلير وبتتاكل هي كمان. تعال نشوف بقى اقصى درجه حراره او الديسشارج تمبريتشر اللي المفروض تخرج من كومبريسور هتساوي كام. تعال نبص كده للتي اس دايجرام، هنلاقي ان اقصى درجه حراره بداخل الكمبريسور او درجه الحراره اللي هيخرج بيها الفلو هي دي 2، لكن بسبب الكولينج سواء كان اير كولينج او ووتر كولينج اللي بيحصل للجسم بتاع الكمبريسور، فدرجه الحراره تي دي تشارج بتخرج اقرب ما يكون للتي 2 ستار بتاعه الايزنتروبيك بروسيس. بمعنى اخر نقدر نقول ان التي دي تشارج اللي هتخرج من الكمبريسور اللي هنعمل على اساسها تصميم عدد المراحل هتتحسب من معدل الايزنتروبيك تي زد تشارج على تي ساكشن بيساوي البريشر ريشيو اس جاما ناقص 1 على جاما. تعال بقى نحول المعيار ده لقرار. تعال نفترض ان احنا كان عندنا ريسيبروكيتنج كومبريسور من مرحله واحده هو اللي هيأدي الوظيفه دي. ساعتها البريشر ريشيو اللي على المرحله دي هتساوي 120 على 10 تساوي 12. لو انت عوضت في معادله الايزنتروبيك ديت هيطلع الدي سي تشارج درجه الحراره الخارجه من الكمبريسور اقصى درجه حراره 378 درجه مئويه. يعني الفلو يدخل ب 47 درجه و10 بار ابسوليوت، يخرج 120 بار ابسوليوت ودرجه حراره مولعه 378 درجه مئويه، تهلك مش بس الزيت لا ممكن كمان تهلك المعدن. يبقى التصميم ده تصميم مرفوض. نروح بقى للتصميم تاني. تعالى نوزع عملية الضغط دي على مرحلتين ونحط ما بينهم كولر. ساعتها لو افترضنا ان الضغط بيتوزع على المرحلتين دول بالتساوي، يبقى اي مرحلة منهم شايلة جذب 12 بريشر ريشيو، يعني حوالي 3.5. يبقى بالتالي لو عوضت بالقيمة ديت في معادلة الايزنتروبيك هيطلع لك التي سي تشارج حوالي 183 درجة مئوية. يعني الغاز بيدخل ب 47 درجة و10 بار ابسوليوت، ينضغط في أول مرحلة يخرج ب 183 درجة وحوالي 35 بار ابسوليوت، يعدي على انتر كولر يبرده يرجعه لحوالي 47 درجة مع نفس الضغط، وينضغط في المرحلة الثانية ويخرج لنا ب 183 درجة و120 بار ابسوليوت. ما زالت ال 183 درجة دول كبار، وممكن برضه يهلكوا الزيت ويهلكوا معاه المعده، وبالتالي التصميم ده برضه مرفوض. الفرض الثالث بقى نوزع الكومبريشن على ثلاث مراحل بالتساوي، ساعتها كل مرحله تبقى شايله جذر التكعيب ال 12 من البريشر ريشيو، يعني حوالي 2.3. لو حسبت على الاساس ده الديسشارج تمبريتشر هتطلع معاك حوالي 132 دجري سنتجريد، يعني الغاز بيخش الكمبريسور ده ب 47 درجة و10 بار ابسوليوت، يطلع منه 132 درجة و 120 بار ابسوليوت، وبالتالي التصميم ده مناسب بالنسبة لنا ومش هيعمل مشكلة كبيرة مع الزيت. تعالى كده نشوف كده ازاي البريشر والتمبريتشر بتتوزع على المراحل.
ادي شكل الكمبريسور اللي المفروض في الاخر هنرسى عليه، بيخش له فلو ب 47 درجه و10 بار ابسوليوت، ينضغط في اول اسطوانه يخرج 132 و23 بار ابسوليوت، يعدي على انتر كولر يبرد منه ل 47 تاني عند نفس الضغط تقريبا، ينضغط في المرحله الثانيه ل 52 ويخرج بدرجه حراره عاليه تاني 132، يعدي على انتر كولر تاني يخرج منه ب 47 عند نفس الضغط، ينضغط في المرحله الثالثه يخرج ل 132 و 120 بار ابسوليوت، والمفروض طبعا هيبقى فيه افتر كولر بعد الكمبريسور يوصل بيه على الاقل 60 درجه علشان يعرف يمشي في البايبنج سيستم من غير ما يأذيه ومن غير ما يأذي الناس اللي حواليه. ملحوظه قبل ما نكمل، ما تنساش ان احنا رغم ان احنا حددنا عدد المراحل لكن احنا ما حددناش كام اسطوانه في كل مرحله. ممكن المرحله الاولى تبقى بيخش فيها الفلو بيتوزع على اسطوانتين وبيطلع منهم على مرحله ثانيه فيها اسطوانه او اثنين او الى اخره وهكذا. الكلام ده لسه هنعرفه في الخطوات الجايه. يلا بينا نروح للخطوه اللي وراها، حساب السكشن او الانلت فلو ريتس. الانلت فلو ريت بيتحسب من معادله الجاز الايديال جاز اللي قدامنا ديت، ام دوت يساوي بي كيو على ار تي، وهنطبقها على كل المراحل باعتبار ان الماس فلو ريت ثابت فيهم كلهم، ونبدا نعوض. هيطلع المجهول الوحيد هو السكشن او الانلت فلو ريت اللي داخل على كل مرحله، وادينا حسبناه. لو حبينا كده نبص كده بص على توزيعه الفلوريتس ديت، اول مرحله داخل عليها حوالي نص متر مكعب في الثانيه، هينضغط الغاز ويخش على اللي بعديها بحجم اصغر حوالي 23% متر مكعب في الثانيه، هينضغط المرحله دي ويخش على المرحله الاخيره 1.1 متر مكعب في الثانيه، والمفروض بقى هينضغط كمان ويخرج من اخر مرحله اصغر بكتير من الرقم ده. نروح لحساب الشافت باور. اي كومبريشن باور بتتحسب من المعادله المعروفه من الثيرموداينامكس، الام دوت في فرق الانثالبي اللي خارج ناقص اللي داخل، اللي احنا لو فكيناها بدلت التمبريتشر في الايديال جاز تبقى ام دوت سي بي تي اوت ناقص تي ان. لو احنا قعدنا صياغه المعادله دي بحيث تحسب التوتال شافت باور للريسيبروكيتنج كومبريسور هيطلع شكلها هو اللي قدامنا ده. الشافت باور يساوي البريشر في الفلوريت السكشن اللي داخلين على الكمبريسور مضروبين في جاما على جاما ناقص واحد، مضروب في البريشر ريشيو جاما ناقص واحد على جاما ناقص واحد، مقسوم على حاصل ضرب الايزنتروبيك كومبريشن افشنسي مضروبه في الميكانيكال افشنسي بتاعت الشافت بتاع الكمبريسور. والايزنتروبيك والميكانيكال افشنسي دولت بيبقوا حاصل ضربهم بيبقى في حدود ال 80%، خده كده مثلا 82% رقم مناسب، وابدا اعوض في المعادله دي بالفلوريت والبريشر اللي داخلين على كل مرحله، يحسب لك الشافت باور اللي محتاجاها كل مرحله، هتلاقيهم طالعين قد بعض حوالي 601.6 كيلو وات. بالطريقه ديت لو جمعت الشافت باورز كلها يطلع لي التوتال شافت باور اللي هيستهلكها الكمبريسور دوت حوالي 1805 كيلو وات. الشافت باور اللي احنا حسبناها دي بقى هنستغلها في اختيار الفريم او الموديل المناسب للكمبريسور. ادي يا عم الكتالوج بتاع الكمبريسور، هنمسك الشافت باور اللي بيستحملها كل فريم من الفريمز ونفضل ماشيين معاها لغايه لما نوصل لاول فريم يغطي الباور بتاعتنا اللي هو اللي هيبقى اسمه 5D VIP 4. طبعا 5 في التعريف دوت المقصود بيها اللي هو الستروك بالانش، والفي اي بي 4 دي اللي هو النمبر اوف سلندرز او نمبر اوف ثروز اللي هو اقصى عدد من الاسطوانات ممكن يشيله الكمبريسور الموديل ده. نروح بقى للكمبريسور سبيد. في الاول كده عايزك تفتكر ان كل ما هتزيد سرعه الكمبريسور هيزيد معاها الشيكنج فورس قوه الاهتزازيه للمكنه، وهيزيد كمان معدل الاحتكاك ما بين البيستون والسلندر وتاكل الفالف الى اخره. لذلك هيكون معيارنا للبيستون سبيد ما تزيدش عن حد معين. البيستون سبيد اللي هي متوسط السرعه الخطيه للمكبس اللي هي تساوي المسافه اللي بيقطعها المكبس في اللفه الواحده في عدد اللفات في الثانيه، يعني هتساوي ضعف الاستروك مضروب في ان على 60، ولازم تكون قيمه البيستون سبيد دي اقل من 3.5 متر في الثانيه لو كانت الاسطوانه ليها لوبريكيشن يساعد يمنع الاحتكاك، او اقل من 3 متر في الثانيه لو كانت من نوع النون لوبريكيتد سلندر. لاحظ ان الرقم ده مش مقدس لكن بيختلف
حسب تكنولوجيا التصنيع، يعني بيختلف من زمن لزمن ومن شركة لشركة. لو بصينا مثلا لكتالوج دريسر راند اللي عندنا، هتلاقي ان لو بصيت على الستروك وعلى الريتد ار بي ام وحسبت منهم البيستون سبيد، هتلاقي ان السرعه ديت دايما بتبقى اقل من رقم اللي هو ثابت اللي هو 6.4 متر في الثانيه اللي وصلت لتكنولوجيا التصنيع في الشركه دي. لو مش عاجبك الرقم ده وشايف ان هو كبير، يبقى انت هتطلب من المصنع يقلل لك الار بي ام بحيث تلتزم بالرقم 3.5 او 3. لكن تخلي بالك ان ده هيتطلب حجم اكبر من الكمبريسور علشان يضخ نفس الكميه من الغاز. نروح بقى لعدد الاسطوانات في كل مرحله. عدد الاسطوانات في كل مرحله بيعتمد على قدره الاسطوانه على التحمل بالنسبه لللود الكلي اللي على المرحله. لو بصينا على اللود الكلي لكل مرحله، هتلاقي ان هو اللي قدامك دوت 601.6 كيلو وات في كل المراحل. ولو بصيت على جدول الكمبريسور اللي احنا اخترناه، فهتلاقي ان الباور الكليه اللي بيستحملها الكمبريسور هي اللي قدامنا دي حوالي 2800 كيلو وات، وان اقصى عدد للثروز او السلندرز فيه هو 4، وبالتالي نقدر نجيب قدره الاسطوانه الواحده على التحمل بقسمه الرقمين على بعض، فتطلع بتساوي حوالي 700 كيلو وات. لو احنا مركزين كده هتلاقي هتلاقي ان الرقم ده اكبر من الحمل بتاع المرحله الواحده اللي هو 601. وبالتالي نقدر نقول ان المرحله واحده يكفي ان احنا نوزع الفلو بتاعها على سلندر واحده، يوز 1 سلندر بير ستيج. طب لو كان الرقم ده اكبر منه، فهتقسم الرقمين على بعض يطلعوا لك 1.5، فتروح جاي مختار 2 سلندر بير ستيج، يعني الفلو يدخل على يتوزع على 2 سلندر ويطلع منهم يتجمع ويروح بقى على المرحله الثانيه، يشوف برده كده هيتوزع على 2 ولا واحده ولا الى اخره. نروح لاخر بارامتر بقى هنحسبه اللي هو قطر الاسطوانه. الاسطوانه بتاعتنا دي عامله زي السرنجه اللي بتسحب الدواء. قطر السرنجه دي بيعتمد على كميه الدواء المفروض تسحبها، اللي هو بالنسبه لنا الانلت او السكشن فلو ريت. الانلت او السكشن فلو ريت للريسيبروكيتنج كومبريسور الكروس هيد الكبير اللي احنا كل تصميمنا عليه بيتحسب المعادله دي. السكشن او الانلت فلو ريت هيساوي الفوليومتريك افشنسي بتاعه السلندر في الديسبيسمنت اللي بتعملها في اللفه الواحده في عدد اللفات في الثانيه ان على 60. اما بالنسبه للديسبيسمنت بتاع السلندر فهيساوي باي على 4 في الدايمتر سكوير في الاستروك مضروب في 2 علشان ديت دبل اكتنج، وكل الكمبريسورز الكبيره غالبا هتبقى دبل اكتنج، مضروب في عدد الاسطوانات في المرحله اللي احنا بندرسها. اما بالنسبه للفوليومتريك افشنسي فهو بتتعرف بواحد ناقص رقم ناقص رقم ناقص رقم تالي، ثلاث خصومات من الفوليومتريك افشنسي. تعالى كده نفهم كل واحد سببه ايه. اول رقم فيهم سببه ان الضغط الحقيقي اللي جوه السلندر اقل من البي واحد اللي احنا مفترضينه، وبسبب الفريكشن اللي حصل خلال مرور الغاز عبر الفالف. درجه الحراره هتبقى اعلى من درجه الحراره اللي احنا مفترضينها بسبب ان السلندر نفسها سخنه، وبالتالي الشحنه الحقيقيه اللي هتدخل السلندر هتبقى اقل من المتوقع. اما بقى الرقم الثاني فده بيعبر عن الليكج او الاستيب حوالين المكبس، وده بيتراوح من 3% ل 5% حسب البيستون متزيت ولا لا. اما الرقم الثالث ده اللي في اخره الكليرنس ريشيو، فده علشان تفهمه كده تعال نرجع للكمبريشن سايكل بتاعه الريسيبروكيتنج كومبريسور. لو تفتكر كان في نهايه مشوار الديسشارج في كميه من الغاز محبوسين بضغط الديسشارج عالي، ومحتاجين نعمل لهم اكسبانشن بضغط السكشن بالطريقه ديت. في جزء بيتخصم من السكشن ستروك، الجزء ده لو قسمت الحجم بتاعه على الفوليوم بتاع الستروك هيدي لك الرقم الاخير المخصوم من الفوليومتريك افشنسي بتاعه الكمبريسور. يلا بقى نعوض في المعادلات. ادي اهيت الكيو ان اللي داخله على اي مرحله، هتساوي الايتا فوليومتريك في الفي ديسبيسمنت في 1500 الار بي ام على 60. الفي ديسبيسمنت بقى زي ما قلنا ادي القانون بتاعها، نبدا نعوض بقى على 4 في الدايمتر اللي احنا بندور عليه نحسبه. في الستروك كان موجود في الجدول 0.127، في الدبل اكتنج 2، في عدد السلندر اللي احنا قررناه في المرحله 1. نروح بقى الفوليومتريك افشنسي، 1 ناقص 3% ناقص 3% ناقص البريشر ريشيو في اس جاما ناقص 1 على جاما ناقص 1 في الكليرنس ريشيو
وتبدأ تعوض في المعادلة ديت بالبريشر ريشيو بتاعتك والجاما، وتضرب في كليرانس ريشيو مناسبة ولتكن 12%، يطلع لك الفوليومتريك افشنسي في حدود 9/10. تاخد الديسبليسمنت فوليوم والفوليومتريك افشنسي تعوض بيهم في معادلة الفلوريت، يطلع لك الديامتر بتاع كل الاسطوانات في كل مرحلة من مراحل الكمبريسور، هيطلع واحدة منهم و14 بوصة، المرحلة اللي وراها 9 بوصة، واخيرا اخر مرحلة 6 بوصة. زي ما احنا شايفين كده نتيجة ان الفوليوم بتاع الجاز بيقل من المرحلة التانية بسبب الضغط، برضو حجم السلندر المناسب عشان يسحبه هيبقى اصغر من المرحلة التانية. كده انهينا خطوات عملية السليكشن المانيوال بتاع الريسبروكيتنج كومبريسور. بعض الشركات الكمبريسور بدل ما تدي لك جداول بتدي لك احيانا سوفت وير تعمل بيه السليكشن. تعالى بقى نشوف لو حبينا نعمل عمليه السليكشن ديت باستخدام سوفت وير هتبقى عامله ازاي. السوفت وير اللي احنا هنستخدمه هو السوفت وير بتاع شركه دريسر راند اللي موجود على الموقع بتاعها، ممكن تنزله. تعالى كده نشوف الخطوات بتاعته واحده ورا الثانيه. ادينا اهو هنخش على موقع دريسر راند. ادي هو هكتب اسم الموقع dresser-rand.com وهنروح جايين داخلين على products ونختار منها reciprocating products ونختار gas field products ونيجي من على جنب نختار sizing and performance. هيفتح لي الشاشة اللي فيها Selection and Performance Prediction Program و Go to Download، وبروح جاي داس على الزرار وابدأ عملية تحميل البرنامج وبعد كده تسطيبه لغاية ما نبدأ نشغله. طيب سيبنا بقى كده، خلاص ادينا حملناه وادينا اهوت هنشغله. نبدأ كده نبص كده على اول شاشة بتتفتح لنا. احنا عندنا اربعة تابس، اول حاجة General، بعد كده بروسيس اللي بيوضح لي الترقيه بتاعت البروسيس يعني مرحله مرحله، وبعد كده اختيار الفريم، واخيرا البرفورمانس بتاع الفريم ديت. طبعا هو بيبعت لي رساله خطا فهنضطر نرجع كده ايه واحده واحده نمشي الموضوع في الاول. طبعا في اول حاجه كده الباكج انفورميشن والاند يوزر انفورميشن اللي هي ايه، لو احنا شغالين في شركه فالمفروض كل جوب بتاديها كومبريسور بيبقى ليها توصيف كامل عشان يطلع بيها تقرير. احنا سيبنا من الكلام ده وتعالى كده نخش على طول على الحاجه اللي تهمنا. الحاجه اللي تهمنا ان انت هتخش هنا هتلاقي الـ 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 الوحدات بتاعتك، هتختار منها البار والبريشر هيبقى ابسوليوت، تمبرشر سنتيجريد، الفلوريت هتختار الكيلو جرام بير سكند، ده انت هتختار مليون ستانلر كيو فيت بير داي ولا باوند بير اور ولا نورمال متر كيوب بير اور، تختار كيلو جرام في السكند على طول. البار كيلو وات، الوحدات اللي هتطلع لك متريك مش كاستوري هي النظام الامريكاني يعني، و خلاص بقى بقيه الحاجات كده ممكن تحط الستاندرد تمبريتشر زي ما انت عايز، عايز تحطها 15 زي ما عملنا كده، عايز تحطها 25 براحتك مفيش مشكله خالص، في ناس بتاخدها كده وفي ناس بتاخدها كده. البيستون سبيد ليميت هو فعلا 6.4 متر بير سكند اللي كان مقرره زي ما قلنا الجدول بتاع كل الموديلات، البيستون سبيد بتبقى اقل من الرقم ده. ونروح بقى كده للبروسيس بتاعتنا، انت عايز ايه؟ احنا عايزين نضغط من 10 بار ابسوليوت الى 120 بار ابسوليوت، تمام. السكشن تمبريتشر 4-7، الانتر ستيج ما بين المراحل 4-7، الفيرست ستيج فلو 0.4، الجاز هنختار كده بقى لازم نختار جاز، نعمل جاز اناليسز وبيقول لي ميثين وكده، ده على اساس ان هو كان غاز طبيعي. احنا اللي عندنا ده زي ما قلنا هيدروجين بس، هنروح جايين كاتبين هنا ايه 100 كده مفيش حاجة تاني، تمام 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 تمام، نتأكد ان دول كلهم صفار عشان متبقاش في مشاكل. ده 100 لوحده اوكي،
بيقول لي رسالة خطأ إن مش كلهم 100%، يبقى إحنا عندنا ده كله 100%، مش محتاجين الرسالة بتاعتك. وزي ما إحنا شايفين كده هو وزعهم لي على مرحلتين. مرحلتين اهمت، اول مرحلة بيخش عليها بتسعة سبعة من عشرة بار ابسوليوت بسبب الفالف وصل في الاول اللي بيخش باربعة عشرة بار ابسوليوت، فيخسر 3% فيخرج بتسعة سبعة من عشرة. لو انت عايز تلغي البريشر لوس ده ممكن تحطه بصفر او ممكن تزوده زي ما انت عايز. ده الفالف لوس والسيستم لوس ما بين المرحلة والتانية، خلي صفار كده زي حالة الدراسة بتاعتنا. وادي اهو البريشر بيخش ب 10 بار ابسوليوت 47 درجة، الضغط في أول مرحلة يخرج ب 34 و6 من 10 بار ابسوليوت، مش عارف 131 درجة. على المرحلة الثانية يطلع بحوالي 20 بار 120 بار ابسوليوت. وادي اهوت بعد ما راجع الحسابات طلع له تقسيمة الفلو على ثلاث مراحل، يدخل بعشرة على اللي بعديها 23 والأخرانية حوالي 53 54، وبرضو ممكن نهمل الفالف لوس هنا. وهنلاقي الباور لوس الباور المستهلكة حوالي 1910 كيلو وات. ممكن ندخل عدد المراحل من هنا نوزعها على مرحلتين على ثلاثة، يعني البريشر مش متساوية قوي، ممكن نبقى نظبطها بعدين. الباور مستهلكة 1910 كيلو وات، ممكن أكتر شوية من الـ من الـ من بتاعتنا. نروح للفريم سيليكشن وهنقول له ادفانسد اوبشن هنا، ونختار بالانس باي ايكوال بريشر ريشيوز، او ممكن تبقى بالانس باي ايكوال تشارج تمبريتشرز، او ممكن بروجرام ديسايد بيست فيت، ممكن اللي انت عايزه اعمله مفيش مشكله. ووتو سايز فريم هيطلع علينا هنا 2 فريمز، واحد على اساس تساوي درجات الحرارة في الديسشارج في كل المراحل، واحد على تساوي البريشر ريشوز، اختار اللي تعجبك. ادي الكمبريسور بتاعنا. طبعا الكمبريسور هنا اختار موديل اسمه 5 هوس 4. السبب في كده ان البرنامج ده مش بيختار بس من الكتالوج اللي احنا كنا جايبينه، لا ده بيختار من كل تجدرجات تريسر راند حسب بقى اختيار البرنامج. فاحنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده في ثلاث مراحل. ادي اول مرحله ثرو 1 بيخش لها الفلو وبيطلع منها على ثرو 2، وبعد كده يروح لثرو 3. اما ثرو 4 ديت دي مجرد بالانس زي ما مكتوب هنا، بالانس بقى مش اكتر، عشان كده مش معتبرها مروحة ولا مش معتبرها مرحلة ولا ليها ضغط، هي مجرد بيستون بس بيحمل بيتحرك عشان يوزن المكنة. وادي الأقطار طلعت قريبة من اللي احنا طلعناها، 15 بوصة 10.5 و7 بوصة، إلى حد ما قريبة من الأقطار بتاعت السلندرز اللي احنا اخترناها. لو اخترنا الموديل ده، لو ضربنا على الموديل هتلاقي هنا يعني كل الموديلات اللي ممكن كنا نختار منها، بما فيهم الموديل اللي احنا اخترناه فعلا اهوت 5D VIP 4 اهوت، وهو خليته يرجع يصمم على اساسه. هنا بقى هتلاقي القطر بتاع السلندر 14 بوصة و10.5 و6 و3 ارباع، يعني كلهم قريبين من بتوعنا. وده الموديل اهو بيلف عند 1500 RPM، وهو هيبقى دبل اكتنج لان هنا بيقول لي الهيد اند والكرانك اند للستيج واحد على واحد، يعني الفلو بيخش بيتوزع على
الكرانك ايند والهيد ايند، وبعد كده على الكرانك ايد والهيد ايند تقلب وراها وهكذا. ودي مواصفات كل ستندر منهم. نروح بقى لاخر تاب نبص عليها اللي هي البرفورمانس. هنا بقى بياخد بقى الموديل والمعلومات بتاعته وبيضيفها على المعلومات بتاعه الكومبريشن اللي كانت في الاول، وبيعمل بيهم ريبورت كامل. الريبورت الكامل ده بقى ممكن ممكن تستخدمه بقى عشان تشتري المكنه او علشان توصفها وتوصف الاداء بتاعها لو هي موجوده عندك فعلا. ممكن الريبورت ده تطبعه في صوره بي دي اف او وورد، او توضح بعض التشارتس له. ادي اهوت التورك بتاع الموديل ده مع الكرانك انجل، وممكن تحط الفورس عشان اشوف الفورسز تبقى عامله ازاي، الانترنال جاز لود والانيرشيا لود والكومبايند رود لود الى اخره، يوريهم لك مع الكرانك انجل تبقى عامله ازاي الى اخره. دي كده كانت فكرة سريعة عن السوفت وير اللي بتستخدم في السليكشن بتاع ريسيبروكيت كومبريسور. اتمنى تجربوها بايديكم وتدوسوا فيها. دي كانت نهاية حلقتنا عن السليكشن بتاع الريسيبروكيتنج كومبريسور. نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله في السنتريفيجال كومبريسور. والسلام عليكم ورحمة الله.